بالنسبة لي أنا الثلاثة مع بعض. ليه الثلاثة مع بعض؟ لأن هذه البطولات لم تحقق في أي وقت عندنا في الكويت. الله يرحمه الشيخ فهد بلجنة التدريب كمان في الاتحاد أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم وضع أولويات. أولوياتنا إن هالبطولات لم تحقق في الكويت من قبل، كأس العالم، الأولمبياد، كأس آسيا. فلما جينا الاتحاد مكملين، يعني الشيخ فهد الله يرحمه وأنا وضاري العثمان، الأخ ضاري العثمان، كملنا الاتحاد. فالشيخ فهد قال لي أنت لا أبيك، عاوزك تمسك لجنة المنتخبات. قلت له إن شاء الله خير. فعملنا في لجنة المنتخبات خطط، كذا خطة عشان نوصل إلى تحقيق الأهداف.